خلونا نقول لكم ان فقراتنا النهارده هنخصصها للحديث عن المرأة، وده بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اللي بيوافق 8 مارس من كل عام. فقرتنا الاولى مع الدكتور احمد بدران استاذ الاثار المصرية القديمة، عايزين نتكلم معاه النهارده عن دور المرأة المصرية في العصر القديم. ايه اهم المجالات اللي كانت بتميز المرأة في العصر القديم، كمان اهم الاثار اللي خلدت اسم المرأة المصرية؟ أما فقرتنا التانية فهتكون ضيفتنا الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، وكلام كتير عن الخدمات والمكتسبات اللي حققتها المرأة المصرية في السنوات الأخيرة، وإزاي قدرت إن هي تكون يعني رقم مهم جدا في معادلة التنمية، وكمان يعني واحد من أعمدة أو يعني أهم أعمدة الجمهورية الجديدة. تعالوا بقى دلوقتي نشوف عندنا إيه النهاردة في مصر ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية وصباح الورد عليكم مرة تانية. خليني أقول لحضراتكم إن الاجتماعات مستمرة من كل أجهزة الدولة لمتابعة تفاصيل مؤتمر المناخ اللي المفروض هيقام في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وبيتم حاليا الإعداد للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. الحقيقة إن استضافة مصر لهذا المؤتمر هيتم من خلالها التركيز على عدد من النقاط المهمة جدا، ويمكن من أهمها هو تسريع وتيرة الحصول على تمويل المناخ للدول النامية بالأخص الدول الإفريقية،
ومصر بتعتبر ممثل مهم جدا لهذه الدول، لأنه الحقيقة يمكن لو حضراتكم متابعين وكل التقارير الأممية اللي بتتحدث عن تغيرات المناخ، أنه السبب الأساسي في طبعا الضرر بالمناخ هي الدول الكبرى المصنعة، وأكثر الدول ضررا هي الدول النامية والدول الأفريقية كمان، يعني في ضرر كبير جدا عليها. فالحقيقة لازم أنه يتم تحديد المبادرات الدولية للتعاون مع الدول الأفريقية علشان نقدر أن احنا نصل إلى توصيات مهمة جدا لكل الحكومات والقيادة السياسية للاتفاق عليها ومتابعتها من خلال مؤتمر المناخ اللي هيقام إن شاء الله في نوفمبر القادم. احنا هنتابع هذا الملف مع ضيفنا الأستاذ أحمد فتحي، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، اللي منورنا على زوم. صباح الورد عليك يا فندم. أستاذ أحمد، طيب يمكن الأستاذ أحمد من الناس اللي يعني هو هنحاول نحن يعني نستمر أو نجيب الاتصال مرة تاني، لكن يمكن الأستاذ أحمد من الناس اللي نشطة جدا في هذا الأمر، وكان في استقبال العديد من الشخصيات البارزة في الفترة الأخيرة للتحدث والتحضير لمؤتمر المناخ اللي هيقام في شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر القادم. خليني أقول لكم يعني أنه يمكن دلوقتي علشان الأخبار كلها مركزة على يعني أزمة معينة أو حاجة معينة طبعا اللي بيحصل في أوروبا والأزمة الأوكرانية، ولكن لازم أن احنا نفكر حضراتكم بأن موضوع وملف المناخ والتغيرات المناخية ويعني كل ما له علاقة بالبيئة هو أمر في غاية الخطورة وأمر في غاية الأهمية. ينضم إلينا مرة تاني الأستاذ أحمد فتحي، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الورد على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أستاذ أحمد، يعني إحنا عايزين نعرف الفترة القادمة دي حتى مؤتمر المناخ إن شاء الله اللي هيقام في نوفمبر، إيه الخطوات اللي إحنا بنعملها كدولة وكمجتمع التحضير لهذا المؤتمر، وأهمية هذا المؤتمر كمان السنة دي هيكون شكله عامل إزاي؟ طيب صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين مرة تانية. طبعا المؤتمر هو أهم مؤتمر بيتعمل في العالم، بيحضر فيه من 30 ل 40 ألف شخص من على مستوى الدول، وهذا هو المؤتمر القمة الإطارية لبرنامج الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، اللي بيحط اقرار للدستور العالمي في ملف التغيرات المناخيه. وتتمثل اهميته ان حين انتهاء الجلسات في جلاسكو تم نقل بعض المواضيع اللي مناقشتها في قمه المناخ في شرم الشيخ، فبالتالي اصبح في دور مهم. الدور الثاني ان العالم اصبح يعاني بشكل كبير جدا من اثار السلبيه للتغيرات المناخيه، ومحتاجين ناخد قرار، فمحتاجين نوصل لميثاق زي ميثاق شرم الشيخ. اما الاستعدادات اللي بتتم للقمه فهي استعدادات مهمه جدا بتقوم بيها الدوله وبيقوم بيها الشركاء، وكانت البدايه طبعا باختيار رئيس للجنه قمه المناخ معالي السفير سامح شكري وزير الخارجيه، كذلك تشكيل لجنه عليا برئاسه دوله رئيس الوزراء للتغيرات المناخيه، بعد كده اختيار الدكتور محمود محي الدين ان هو يكون رائد المناخ تشامبيون اوف كلايمت، دي حاجه مهمه جدا، الى جانب طبعا الاجتماعات التحضيريه للسيد محافظ جنوب سيناء مع دوله رئيس الوزراء وتوقيع عده بروتوكولات فيما يتعلق بجنوب سيناء، واعلان دوله رئيس الوزراء ان شرم الشيخ هتبقى كل النقل فيها نقل مستدام بيستخدم الطاقه الكهربائيه، كذلك تطوير بعض الحدائق اللي موجوده هناك، كذلك العمل على التسهيل على المشاركين في المؤتمر، فكل دي مجهودات بتتم الى جانب طبعا وجود لجان من الامم المتحده للتغيرات المناخيه زارت مصر الفتره اللي فاتت، ووجود مجموعه كبيره من الشخصيات المؤثره عالميا. جون كيري كنت شرفت ان انا بلقائه، كان في وفد كبير من السويد، كان في وفد كبير من المملكه المتحده، كان في وفد امبارح من صندوق المناخ الاخضر، كان في
وفد من الامم المتحده للتغيرات المناخيه، وفود كثيره جدا بتيجي وبتروح كل يوم وكل وقت، لان قمه المناخ هي الاهم، هي القمه الاهم استاذ احمد في العالم، صحيح، وهي التي ياتي اليها الجميع. استاذ احمد، يعني حضرتك زي ما ذكرت ان مؤتمر المناخ اللي هيتم استضافته في مصر هو من اهم المؤتمرات عالميا وعربيا، هيتم فيه حضور دولي وعربي بنسبه كبيره زي ما حضرتك ذكرت. استضافة مصر وريادتها لمؤتمر عالمي زي ده بيمثل ايه واهميته ايه لمصر عربيا طبعاً ودوليا؟ طبعا خليني اوضح لحضرتك حاجه مهمه جدا، ان قمه المناخ بتعقد كل سنه في قاره من قارات العالم، يعني المره اللي فاتت كانت في قاره اوروبا، اللي قبل منها كانت في امريكا اللاتينيه، الدور على افريقيا، فمصر بتستضيف هذه القمه نيابه عن القاره الافريقيه كلها، يعني المسمى لدى الامم المتحده للتغيرات المناخيه هي قمه المناخ في افريقيا، وتستضيفها مصر نيابه عن الدول الافريقيه، وده احنا يعني كان عندنا ملف قوي، وكان حضور السيد رئيس الجمهوريه لجلاسكو ساهم بشكل كبير جدا في حسم الملف ان هو يبقى لمصر، وده دلالته على المجهودات الرائده اللي مصر بتقوم بيها في السنوات اللي فاتت في كافه الملفات قياده الدوله السيد رئيس الجمهوريه للعمليات التفاوضيه او للدور الاقليمي اللي مصر بيه مجموعه من الاجزاء، وهو الجهات الحكوميه، الجهات المعتمده لدى برنامج الامم المتحده للتغيرات المناخيه من المجتمع المدني، الاعلام المعتمد لدى برنامج الامم المتحده للتغيرات المناخيه، الى جانب البارتي اوفر فلو، وهم اللي بيتم اختيارهم من قبل الحكومات ان هم يحضروا ولا يحق لهم التصويت داخل الجلسات الرسميه. فمصر ان شاء الله بينتظرها مؤتمر مهم جدا، وبينتظرها مجهود كبير جدا، واحنا يعني عندنا ان شاء الله وعي كبير ان احنا نخرج بمردود جيد لهذا المؤتمر اللي هي تمر لمدة أسبوعين. طيب. فنقدر ننقل الصورة الطريقة السياسية عن ملف المناخ وعن قضية المناخ نيابة عن القارة الإفريقية كلها والتي تعتبر في أكبر قارات العالم تأثرا بملف طيب. القارة المناخ. أستاذ أحمد، يعني خليني أكون صريح معاك، يمكن مؤتمر جلاسكو السنة اللي فاتت يعني ما كانش بالمؤتمر الناجح قوي، يعني كان فيه طبعا بعض التوصيات، ولكن في الكثير من الدول والحكومات اللي كانت من المفترض ان هي تكون موجوده ما كانتش موجوده. يعني وكمان دور المجتمع المدني ودور القطاع الخاص، يعني التوصيات لم تكن ب يعني خليني اقول الاهميه ليهم، يعني او بدورهم في كل الاتفاقات. ايه اللي هذا المؤتمر السنه دي هيقدر ان هو يحققه في هذا الموضوع، وهل ممكن ان هو يصلح أو ينجح فيما حاول مؤتمر جلاسكو في أن يفعله؟ طبعا خليني أقول لحضرتك، يعني أنا كنت موجود في جلاسكو في آخر يوم من أيام المؤتمر 12 نوفمبر، وكانت المفروض الجلسة الختامية اللي امتدت لحد 13 نوفمبر بسبب يعني قرار أو بسبب تدخل من الهند ومن إيران ضد مشروع قرار اللي هو التخلص من الفحم في حلول 2035، وتحول هذا القرار من البريك اوت الى بريك داون تقليل منه، وطبعا ده يتم مناقشته في مؤتمر شرم الشيخ. لكن طبعا دور المجتمع المدني هو دور مهم جدا 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 في داخل العمليه او داخل قمه المناخ، لان احنا كمؤسسات معتمد او كمؤسسات بتشارك في هذا المؤتمر بيكون عندنا يعني مجموعه من قنوات الاتصال ما بيننا وما بين بعض، بنبقى عارفين ان في اكثر مشروع قرار بيتناقش، فبنجهز مشروع القرار ده مثلا من دوله مصر، فيبدا الشاب اللي في مصر يحاول يرتب لمجموعات الشباب لقاء مع الممثلي الوفد المصري ان احنا لا احنا عاوزين الارتكل ده يبقى بشكل كذا، ونبدا ان احنا ندفع هذا الارتكل او هذا القرار بشكل ايجابي او بشكل سلبي لو كان هذا المواثيق او ما خرج من جلاسكو او نطاق جلاسكو للتغيرات المناخيه. طبعا هو كان مخيب جدا جدا للامال والتوقعات والاصدارات، وده حط علينا مسؤوليه كبيره جدا، يعني احنا عندنا مسؤوليه شرم الشيخ، مسؤوليه كبيره ان حتى الان من بعد قمه باريس للمناخ لم تصدر قرارات بيئيه قويه ملزمه مناخيا عالميا، باستثناء قرار صدر من يومين واحنا في الجمعيه العامه للامم المتحده للبيئه في نيروبي، وهو اصدار قانون ملزم للدول للتخلص من المخلفات الاستهلاكيه او التعامل مع المخلفات. أستاذ أحمد فتحي، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى كل المعلومات دي. دلوقتي تعالوا نطمن على حالة الطقس ونرجع لكم مرة تانية.
ورجعنا لكم مرة تانية، والنهاردة في مباراة الزمالك مع فريق الجونة، واللي المفروض هتقام الساعة 8 بالليل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. خلونا نرحب بالناقد الرياضي الأستاذ أحمد أشرف علشان نسأله على هذه المباراة وعلى استعدادات المباراة، وكمان يعني بعض المباريات اللي هتلعب النهاردة كمان في الدوري المصري. صباح الورد عليك يا أستاذ أحمد. صباح النور عليك يا كريم، وصباح النور عليك يا نهاد. خلينا كده يعني نتعرف كده على استعدادات نادي الزمالك و يعني مباراة الجونة، خاصة ان الزمالك يعني جاب طبعا تعاقد مع مدير فني جديد او عاد مرة اخرى للمدير الفني فريرا، فيعني الاجواء داخل الزمالك النهاردة شكلها عامل ازاي قبل المباراة؟ طبعا يعني نادي الزمالك في اتم الاستعداد لمباراة الجونة. طبعا الاجواء مختلفه، في دوافع جديده عند اللعيبه واداره النادي. طبعا اللعيبه عايزه تقدم كل افضل ما عندها قدام المدير الفني، اللي بالمناسبه هو هيمسك او هيبدا مهمته مباراه الوداد المغربي القادمه. يعني هو مش هيقود المباراه النهارده، لا لا لا، الكابتن اسامه نبيه هو اللي هيفضل هيقود النهارده مع الزمالك. لكن المدير الفني الجديد هيكون متواجد النهارده في المدرجات، مستر جوسفالدو فيريرا هيتواجد النهارده في المدرجات لمتابعه اللعيبه. فطبعا اللعيبه هتحاول ان هي تقدم افضل ما عندها للفوز بالمباراه واثبات جدارتها قدام المدير الفني اللي هيبتدي بعد كده يحط تشكيلته، هيبدا ويبتدي يحط خطته للمباراه المرتقبه في بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا نادي الزمالك عنده معنويات الى حد ما مرتفعه بعد الفوز في مباراه فيوتشر الماضيه في بطوله الدوري يعني. والفريق هيحاول ان هو يكسب النهارده كمان عشان ما يبعدش عن منافسه الاهلي وبيراميدز على الصداره. كابتن احمد، توقعاتك ايه لاداء فريق الجونه النهارده؟ يعني فريق الجونه في مباريات الاهلي والزمالك بيحاول لعيبه الجونه او انديه اللي هي وسط الجدول بيقدموا افضل مستوياتهم قدام الاهلي والزمالك. المباريات اللي زي دي بتبقى متشافه بالنسبه للعيبه الانديه منتصف الجدول، فبيحاولوا يقدموا ان هم افضل مستوياتهم، هيحاولوا ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه النهارده قدام نادي الزمالك سواء بالفوز او التعادل. طيب خليني اخدك لمباراه تانية مهمه، هي مباراه الاسماعيلي، لانه الاسماعيلي يمكن يعني في حاله او في ازمه يعني كبيره جدا، فشايف النهارده ان هو برده هيلاعب فرقه يعني تعتبر فرقه قويه، يعني اعتقد انه فاركو من الفرق اللي بتقدم مستويات جيده يعني السنه دي، فشايف الماتش شكله عامل ازاي، وهل يقدر الاسماعيلي ان هو يخرج من الازمه اللي هو فيها النهارده؟ المباراة صعبة جدا على النادي الإسماعيلي، ويعني أنا مش عارف الصراحة النادي الإسماعيلي أزمته في إيد لعيبته، يعني النادي الإسماعيلي لعيبته محتاجة تركيز أكتر، محتاجة يبقى عندها إصرار أكتر، يبقى يفرضوا شخصيتهم على الفرق اللي قدامهم. النادي الإسماعيلي أزمته الكبيرة في لعيبته، سواء في جودة عدد كبير من اللعيبة أو حتى في شخصية اللعيبة داخل الملعب. المباراة مش سهلة جدا، المباراة صعبة جدا جدا على نادي الإسماعيلي، لكن الإسماعيلي بدعم الجمهور والإدارة أعتقد هيبقى في محاولة كبيرة، لأن دي الفرصة الأخيرة. يعني الإسماعيلي لو لا قدر الله تعثر مرة أخرى الأمور هتبقى صعبة جدا، فأتمنى يعني أتمنى نادي الإسماعيلي إن هو يقدم برضه جيد النهارده، اتمنى اللعيبه تظهر بمظهر كويس، الاداء يكون كويس، وان شاء الله يكون التوفيق ليهم، لان الاسماعيلي من اكبر الثلاث اكبر الانديه في مصر بعد الاهلي والزمالك، وطبيعي ومكانته الطبيعيه ان هو يكون موجود في الدوري وفي مكان افضل في ترتيب افضل في الدوري ان شاء الله. نشكرك طبعا شكرا جزيلا الاستاذ احمد اشرف الناقد الرياضي، كنت معانا على الهواء. طيب احنا معانا تقرير كده لطيف عن مجموعه من الاصدقاء قرروا ان هم يعملوا مشروع للفخار، ولكن بشكل مميز ومختلف ومتطور في محافظه الاسكندريه. المجموعه قررت ان هي تشتغل على الفخار بطريقه مودرن شويه، وحطوا في المشروع كل ابداعهم علشان يقدروا ينافسوا ويوصلوا للسوق العالميه. خلونا نروح نشوف التقرير ونرجع مره تانيه.
عملت يعني انا مش لوحدي في المشروع ده، انا معايا اتنين تانيين شركاء، محمد عرفه وملك سمير. انا بدات كنت بعمل شغل تشكيل يدوي، وبعد كده حاجه حاجه اتعلمت تشكيل عن طريق العجله بتاعه الفخار او الويل، وتعرفنا على بعض في مجال الشغل، وبقينا نبتكر مع بعض الدنيا. يعني ان الفخار حاجته كتير قوي ومجالاته كتير، وممكن تعمل يعني تستخدم ادوات للطعام، ديكور، حاجات تدخل الفرن، حاجات تتحط على البوتاجاز، وفي نفس الوقت مادة طبيعية موجودة في بلدنا. ربات البيوت اما بيبقوا عندهم عزومة او في المطبخ، متعودين على شكل الفخار اللون البني القاتم اللي بنلاقيه بسهولة في كل حتة، وللأسف سهولته دي ليها بعض اضرارها برضو اللي احنا حاولنا ان احنا نتفاداها ونعملها بطريقة اكتر صحة، انها ما تعملش ضرر لصحة الانسان على المدى البعيد. مبدئيا احنا هنا عندنا ثلاث انواع. اولا الفازات ديكوريشن، الفازات هاند كرافتنج مرسومة بالايد يعني، والتشكيل تشكيل يدوي عن طريق العجلة، وفي حاجات بتتعمل فيها يدوي طبعا من غير العجلة. دي حاجة. الحاجة التانية عندك برادات الشاي، الحاجات دي كلها طبعا بتستحمل حرارة. لو اتكلمنا عن مميزات الفخار اللي احنا كلنا عارفينها، الفخار بيكتسب الحرارة وبيحفظ الحرارة سواء سخن او بارد. تالت حاجة عندنا الاطباق بتاعة التقديم، في اطباق بنقدم فيها الاطباق المرسومة، والاطباق بقى اللي بتقدم وتطبخ وبتدخل غسالة الاطباق، ده تالت نوع. احنا طموحاتنا كشركة بقى مع بعض ان احنا نكبر مع بعض، ان احنا نتعرف ان احنا حاجة مميزة في السوق المصري، وياريت كمان ان احنا نصدر للبلاد الاخرى يعني.
اهلا بحضراتكم من جديد في اولى فقراتنا اللي هنتكلم فيها عن مكانه المراه عند المصريين القدماء. الحقيقه هي كانت بتتمتع بمكانه رفيعه ومميزه جدا باعتبارها الشريك يعني الوحيد للرجل في الحياه الدينيه، ويمكن في مناصب كتيره جدا احنا عارفينها يعني في الدوله وفي يعني مناصب كمان سياسيه يعني كانت من نصيب المراه المصريه. فكل ده هنعرفه وهنعرف تفاصيل كمان اكتر من ضيفنا اللي منورنا الدكتور احمد بدران استاذ الاثار والحضاره المصريه القديمه بجامعه القاهره. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد استاذ كريم، وصباح الورد استاذ نهال، وصباح الورد على كل مشاهدي قناه تن. خليني في البدايه دكتور عايزين يعني نبدا ب يعني الموضوع الاساسي اهميه المراه المصريه في العصر القديم بشكل عام، يعني كان شكله عامل ازاي؟ تمام. هو بشكل عام زي ما حضرتك ذكرت كده ان المراه لعبت دور مهم جدا في الحضاره المصريه القديمه، وهي الحضاره المصريه من اقدم بل هي من أهم الحضارات اللي هي قدرت المرأة وعطتها مكانة كبيرة جدا في المجتمع. لأن هي أي مجتمع وأي حضارة عشان تتقدم للأمام ويكون فيها إنجاز وفيها رقي يعني لابد أن يكون عنصرين المجتمع مشاركين بنفس القدر وبنفس الأهمية وبالتساوي. صحيح. والعنصرين اللي في المجتمع هو الرجل والمرأة، والمرأة هي أساس المجتمع، هي اللي بتكون الأسرة، هي اللي بتعمل النواة الصالحة لمجتمع سليم، مجتمع صالح بمعنى صح، فهي الأساس. وبالتالي مصر القديمة يعني أدركت هذا الموضوع وأعطت المرأة أهمية كبيرة جدا، وبالتالي هي حتى المسميات بتاعت المرأة في الحضارة المصرية القديمة، يعني مثلا مصر القديمة يطلق على المرأة كلمة ست اللي احنا لحد دلوقتي بنقول عليها ست، وهي ست معناها سيدة، وكمان بيسميها كمان مسمى تاني بيدل فعلا يعني على أهمية المرأة في المجتمع وفي مصر القديمة وكمان في مصر الحديثة وفي كل العصور، انه يقول عليها نبت بر بالهيروغليفي يعني ست البيت او ست الدار. ومين دلوقتي ما فيش مرأة في مصر اللي هي ست البيت فعلا؟ هو البيت من غيرها البيت هيغرق، لان هي فعلا بتنظم كل حاجة وهي الاساس. فهو المصري فاطن لكده. عاوز اقول لحضرتك اكتر من كده، ان المصر القديم اتخذ من الربات او المعبودات غالبيتهم في هيئة المرأة، وده يعني مفيش تقديس وتقدير للمرأة أكتر من كده. يعني الحق والصدق والعدالة والنظام في المجتمع هي المعبودة معت، ودي ربة العدل. الحب والجمال هي المعبودة حتحور اللي اتطورت بعد كده في العصر البطلمي، أصبحت أفروديت، وكمان بنفس الهيئة في العصر الروماني بقت فينوس ربة الجمال. ربة القوة كمان، ما هو مش بس المرأة يعني هي الجمال والحب، ولكن كمان القوة والانتقام والحرب برضو معبودات على هيئة المرأة، زي المعبودة نيت، زي طيب المعبودة سخمت اللي كانت بتدافع عن المعبود رع. المرأة تقلدت مناصب قيادية في الدولة والجيش في عصر الفراعنة. عندنا أمثلة كتيرة طبعا زي نيفرتيتي وكليوباترا، وعندنا سيدات كتير وملكات كتير في عصر مصر القديمة. ايه ابرز او مين ابرز النساء اللي تقلدوا مناصب في مصر القديمه؟ تمام. هي المراه طبقا لالقابها اللي وردت في النصوص المصريه القديمه هي ام الملك، يعني هي اللي بتنجب الملك، وهي زوجه الملك، هي كمان الملكه، وهي بنت الملك، تمام، هي الاميره، وهي اخت الملك، تمام. وكمان هي من خلال المراه في بروتوكول، في تقاليد سياسيه في مصر القديمه على الاخص لابد أن ينتقل العرش من خلال المرأة ذات الدم الملكي الخالص للحفاظ على نقاء هذه السلالة من نفس العائلة. بالضبط. ما ينفعش إن هي تكون من غير ذات دم ملكي، لكن لابد أن تكون من الفئة دي. وبالتالي كان لابد أن الملك يتزوج من يا إما أميرة من البيت المالك، أو أن تكون أمه ذات دم ملك خالص، او ان هو يتزوج اخته في بعض الاحيان. وعشان بس الناس ما تقولش المصريين القدماء كانوا بيتزوجوا اخواتهم، لا، ده كان قاصر على الفئه الحاكمه بس، العيله المالكه يعني. ايوه، العيله المالكه، الحفاظ على السلاله الملكيه الدم الملك. ولو ما كانش دوله دوت كان بيعمل حاجه اسمها الولاده اللاهيه، زي اللي عملتها الملكه حتشبسوت، وزي اللي عمله كمان الملك امنحوتب ثلاثه في حجره الولاده في معبد الاقصر لما ادعى ان هو سليل لاله امون، هو ابن لاله امون اللي هو انجابه يعني.
اهم الملكات اللي حضرتك سالت عنهم هو طبعا في يعني لو من عصر الدوله القديمه في الملكه نيت وفي كمان الملكه سوبك نفرو وفي حتشبسوت دي لعبت دور مهم جدا كلنا عارفينها وعارفين معبد بتاعها اللي هو الدير البحري. ابرز الانجازات كمان مصر. السياسيه يا دكتور يعني لو تقدر تقول لنا كمان مش بس على الملكه حتشبسوت لكن كمان على يعني الملكات الاخرى يعني. الملكات الاخريات في ملكات حكموا زي حتشبسوت دي تولت العرش وقعدت 15 سنه عملت علاقات قويه جدا مع افريقيا البعد الاستراتيجي لمصر ورحلات لافريقيا واستوردت منهم منتجات الاستوائيه مصور ده كله على جدران معبدها في الدير البحري. اللي كمان اللي فيه ملكات وكمان كليوباترا طبعا دي كان نهايه السلاله البطلميه ودورها كبير جدا وكانت بتجيد 13 لغه وكليوباترا على معناها مجيده الاب او مقدسه الاب معنى اسمها في الاساس يعني وكان لها دور مهم جدا وحتى السينما العالميه عملت عنها افلام زي الفيلم بتاع اليزابيث تيلور وغيرها من المسلسلات. يمكن كان التركيز اكتر على حياتها الشخصيه والرومانسيه على الرغم من ان هي كان ليها دور يعني كقائدة للدولة يعني دور سياسي بتحكم مصر في الفترة دي في فترة يعني مضطربة إلى حد ما وصراع كبير ما بين بطالمة ورومان وقدرت إن هي كليوباترا يعني تصل لبر الأمان بالبلاد لحد ما وصل الصدام النهائي ما بين البطالمة والرومان وانتصر ووقعت المعركة الشهيرة وانتحرت كليوباترا وضمت مصر للإمبراطورية الرومانية أصبحت ولاية رومانية. لكن في ملكات يا أستاذ كريم لم يحكموا لكن كان لهم دور لا يقل عن الحكم يعني مثلا في فترة الهكسوس والاحتلال اللي كان موجود في الفترة دي في ملكة اسمها إياح حتب دي كانت لها دور كبير جدا ومن قبلها كان في تيتي شيري. إياح حتب دي هي اللي جمعت الجيش بعد مقتل سكن الرع والناس حصل اضطراب في مصر جمعت الجيش وجمعت الشعب ووحدت الصفوف وعملت نوع من الحمية والحماس في صفوف المصريين لحد ما جه ابنها وكاموس وتولى القيادة بعد مقتل أبيه اللي هو سكن الرع ثم هو قتل هو كمان ثم جه الملك أحمس اللي هو طرد الهكسوس في مصر وحرر البلاد. فهنا إياح حتب كان لها دور مهم جدا وده بيتضح من خلال الأثار اللي هي بتكلم عن الملكة إياح حتب وألقابها اللي هي خدتها حتى ان اسمها لسه موجود حتى الان في الاغنيه الشهيره اللي بتيجي في اول رمضان وحوي يا وحوي ايوحة لان كان عوده الجيش منتصر كان في بدايه الشهر القمري والقمر طالع في السماء يعني فالشعب قال الاغنيه دي وحوي عح اللي هي إياح حتب يعني القمر راضي. طب حلوه المعلومه دي استمرت بعد كده لكن هم المصريين ما كانش عندهم لا رمضان ولا صيام طبعا. لكن هي ارتبط عوده الجيش في بدايه الشهر القمري فقالت الاغنيه دي واصبحت تقال مع بدايه الشهور القمريه زي استطلاع هلال رمضان كده في كل سنه. طب حضرتك شايف يا استاذ احمد ان المراه في عصر الفراعنه لما تقلدت المناصب السياسيه والقياديه تفوقت على الرجل؟ ده نقطة مهمة يا أستاذ نهال. المرأة لما تولت مناصب في الدولة في مصر القديمة يعني أثبتت جدارة كبيرة جدا يعني أقول لحضرتك إن هي على سبيل المثال أقدم طبيبة في مصر ودي ثابت من خلال النصوص عندنا طبيبة اسمها شيسبت دي موجودة من الدولة القديمة محافظ الإقليم دي موجودة برضو من الدولة القديمة والدولة الوسطى الحديثة. في عصر الدولة الحديثة كان ليها كمان مناصب قضائية ان في كان مجالس عرفية في مصر القديمة اسمها القمبت يعني جلسة عرفية بيحلوا فيها مشاكل القرية او المدينة فكانت المرأة بتفصل في القضايا وده ما فيش اكتر من كده قدر يعني بالنسبة للمرأة في مصر القديمة. جميع بقى الادوار في المجتمع ان هي منشدة مغنية كاهنة للمعبودات وظيفة كهنوتية كان اسمها الزوجة اللي هي الامون دي كانت بتوازي بالظبط الكاهن الاكبر الامون يعني هي راس براس مع الكاهن الاكبر في المجتمع ليها حرية التملك حرية التصرف في أملاكها في الزواج وفي الطلاق لها حقوقها. دي نقطة مهمة جدا لأن يمكن إحنا التركيز دايما بيبقى على الملكات والعائلة المالكة لكن أعتقد أن إحنا مهم أن إحنا نتكلم كمان على المرأة المصرية في المجتمع يعني كان شكل العلاقات كان شكله عامل إزاي لما كان بيبقى عايزة تتجوز كان بيحصل إزاي مسألة أن هي مثلا الدراسة هل كانت بتتعلم كانت يعني كان حياتها الاجتماعيه البسيطه كان شكلها عامل ازاي دي كلها نقاط جوهريه حضرتك اثرتها. المراه كانت تاخد كافه حقوقها في مصر القديمه حق التعليم كان مكفول ليها زي الرجل بالظبط عندنا سيدات وعندنا مناظر برديات بتاكد ان التعليم مكفول للسيدات وللرجال او للبنات والاولاد في مصر القديمه في المدارس وفي غيرها. المراه كمان في المجتمع ان هي يعني بتلعب دور مهم جدا من خلال الأسرة. أنا عاوز أكد على النقطة دي إن كل التعليم
اللي جات لنا ووصلت لنا في برديات مسجله مكتوبه من ايام مصر القديم، ولعل من اقدمها تعاليم بتاع حتب، دي اقدم بروتوكولات واقدم تعاليم وخبرات حياتيه ونقلها المصر القديم للاجيال اللي بعد كده، وكانت بتستخدم كمناهج تدريسيه يعني ادب تهذيبي كده زي دلوقتي اللي احنا بندرسه في المدارس اللي هو فكره احترام الاخر والاداب والتعليم والسلوكيات. هي كانت حاجه زي كده بتدرس بتاع حتب حور جدف امونيم اوبي، دول كلهم يعني حكماء كبار جدا، وكمان الحكيم آني، كلهم كانوا بيحثوا او بيتكلموا عن دور المرأة في المجتمع واهمية الزواج للانسان وارتباط واكرام المرأة واطعامها وكسائها وان الزيوت والمكياج هو خير علاج لاعضائها، ده كله مكتوب باللغه المصريه القديمه يعني. وانك ما تجيش بقى واقف في البيت ورا مراتك كلها فين الحاجه الفلانيه كل شويه، لا انت راقب من بعيد وهي عارفه كل حاجه بتقدم لك الحاجه، ما تقعدش بقى تسالها عن دي فين ودي فين، ده كله مكتوب في البرديات. طيب بمناسبه الزواج يا استاذ احمد، نعم. في معتقد سائد عند بعض الناس ان انجاب الذكور يعني مفرح اكتر وفخر اكتر للاسره، كمان في معتقد سائد ان الخلفه الكتير عزوه، وفي ناس يعني بتحب تخلف كتير، هل كانت المعتقدات دي سائدة في العصر القديم؟ حلو، الأسئلة دي بتبين بتوضح الحضارة المصرية. يمكن المعتقدات دي والأفكار دي في العصور الوسطى والفترات اللي بعديها كانت سائدة جدا. مصر القديمة كانش عنده المعتقد أو الأفكار دي، لأن احنا اتفقنا أن المرأة زي الرجل، أن هم الاثنين في المجتمع سواسية، وأن هي دور كبير جدا. لو حضراتكم راجعتوا التماثيل والصور اللي أنا جايبها أو معروضة في البرنامج، هتلاقي المرأة في كل التماثيل سواء كانت ست بيت عادية جدا، ست بيت جنب جوزها بنفس الحجم، مش أقل منه ولا حتى جنب رجله ولا بنفس الحجم. لو كانت ملكة، عن أضخم تمثال موجود عندنا في الحضارة المصرية التمثال بتاع منحوتب ثلاثة في متحف مصري وجنبه الملكة تي، مع أن المفروض المرأة تبقى أقصر شوية في التمثال من الرجل، لكن عشان تبقى متوازية في المكانة وأن هي لا تقل عن زوجها في الأهمية، الفنان المصري القديم جعلها في نفس المرتبة، حتى في الفن، حتى في النحت، حتى في النقش، كل بل احنا بنلاقي فيه لمسات بتبين فعلا المرأة صبوحة الوجه جميلة، بتحتضن زوجها دايما ايدها حوالين ظهره هي سنداه. عندنا برضو تمثال في المتحف المصري رمسيس الثاني وراه الملكة او المرأة في ظهره، المساواة بين الرجل والمرأة، واحنا دايما نقول وراء كل عظيم امرأة، ده حقيقي التمثال ده يعني خير بيسلي كده، هي هو الملك واقف قدامه وهي سنده ظهره من ورا، ده موجود في حديقة المتحف المصري في التحرير فعلا على الشاشة، نفس طول الرجل هو نفس طول نفس المرأة، نفس الطول ونفس الحجم ونفس الملامح، بل هي ملامح الحب والود والعطف والتراحم والعلاقه القويه بين من لمسات المراه، يعني ماسكه ايديها حوالين وسطه او حوالين كتفه او دراعها جايب كتفه من فوق، ده دلاله على مدى الحب ما بينهم ومدى الحمايه اللي بتكسبها المراه والترابط عشان كده احنا ما عندناش قضايا طلاق وانفصال كتير في مصر القديمه. لا فعلا دي نقطه، دي قليله جدا، حالات قليله جدا، ما فيش خلافات في مصر القديمه بين الرجل والمراه، عشان كده المجتمع كان قوي جدا متماسك جدا لاقصى درجه في الحضاره المصريه القديمه، لان المراه ليها دور معروف ومحدود والرجل يقدر هذا الدور ويعطاها مكانتها يعني احنا ويحترمها، وده مهم جدا في الحضاره المصريه القديمه بعكس الحضاره الثانيه. انا هضرب سبيل مثال صغير على الحضاره الرومانيه. الحضاره الرومانيه فرضت على المراه خلال يعني جنود الرومان لما كانوا بيحاربوا بره الامبراطوريه حاجه اسمها حزام العفه، وده دلاله على عدم الثقه والاحترام ما بين الرجل والمراه اصلا. احنا ما كانش عندنا الكلام دوت، مصر خاضت حروب كتيره جدا لكن المراه هي مرأة، هي بمئة راجل في الحضارة المصرية وفي كل العصور. هي حاجة غريبة كمان انه احنا بنتكلم على حضارة من الاف السنين، ودايما يقول لك انه مسألة احترام دور المرأة وابراز دور المرأة من المفترض ان دي حاجة اللي هو ان احنا عايزين نتطور يعني نوصل لها، لكن الحقيقة هي موجودة من الاف السنين. ده انا عاوز دي حاجة غريبة يعني. عاوز كريم ان المرأة في مصر القديمة من الاف السنين زي ما ذكرت كده من اكتر من 4500 سنة حظيت على حقوق وعلى مكانة وعلى دور في المجتمع لم تحصل عليه المرأة في أوروبا في العصور الحديثة، اللي هم بيدوروا على حقوق المرأة وحقوق والمساواة والعدل وكل ده بيحكوا فيه. المرأة حاصل على الكلام دوت في مصر القديمة من آلاف السنين وكان لها دور بس احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل غلط، يعني ايه اللي انتقل من يعني من هذا المجتمع المحترم اللي بيحترم دور يعني كل الشركاء في هذا المجتمع الحتة انه اصبح ما بقاش لدور المرأة هذه الأهمية، او انه بقى فيه عدم احترام لدور المرأة في المجتمع.
يعني هي دي نقطة مهمة. النقطة دي هو حصلت امتى؟ التايم لاين متصل. احنا جذورنا مصرية قديمة، شعب مصري ده شعب جيناته مصرية ليه طبيعة خاصة معروفة يعني. لكن اختلاف بقى المعتقدات والمفاهيم من فترة لفترة ودخول مؤثرات جديدة على المجتمع أدت إلى، لكن برضو في طوال الفترات اللاحقة لم يكن هناك تهميش بالقدر. أنا يمكن عشان بس أوضح النقطة، أنا مش بتكلم على المجتمع المصري، أنا بتكلم على الحضارات كمان على مستوى العالم في المنطقة وفي في العالم كله. زي ما حضرتك أشرت أنه في أوروبا برضو يعني الحضارة الرومانية أو الدولة الرومانية لم تحترم المرأة زي الدولة المصرية القديمة، لأن الحضارات دي حضرتك كانت قائمة على مفهوم الرجل القوي. الرجل هو العنصر المسيطر، هو القوي، هو المحارب، هو. لكن الحضارة المصرية تختلف في فكرها وفي رقيها وفي حضارتها عن كل الحضارات اللي هتت في منطقة الشرق أو في الغرب. حضرتك ذكرت أن المرأة تقلدت مناصب سياسية، واشتغلت في الطب والهندسة والفن، وكانت مشاركة بنسبة كبيرة في تطور المجتمع. طيب بالنسبة للبيت بقى وتربية الأبناء، كان مين بيقوم بتربية الأبناء، وهل الزوج كان بيشارك في هذه العملية؟ دي بقى اهتم بيها مصر القديم، دور المرأة في البيت في المجتمع، لأن هي أساس زي ما قلت هي الخلية الأولى في المجتمع وهي النواهي الأولى للمجتمع. المرأة كانت بتلعب كل الأدوار في البيت، هي الأم وهي المربية وهي المعلمة وهي اللي بتهتم بشؤون الأسرة وهي اللي بتعلم الأداب والسلوكيات والأخلاق وهي اللي بتعلم المسل العليا. واللي بيأكد الكلام دوت التعاليم برضو بتاعة الأدباء والحكماء في مصر القديمة اللي وصلت لنا مكتوبة ومسجلة في برديات، تكلم عن يعني مثلا لما يكلم عن دور الأم بينصحه يقول له لا تنسى فضل أمك عليك التي حملتك بجوار قلبها، يعني كانت شايلك على قلبها هنا، وبعدين اهتمت بيك ولم تكن تأنف من رائحتك، ما كانتش بتعرف منك، ودي هو دي الأم، وبعدين تاخدك توديك المدرسة وتجهز لك الأكل والطعام، تمام. فده كله وعليك أن تخشى دعاء الأم لأن الإله يستجيب لدعواها. فيعني ده دلالة مدى أهمية المرأة في المجتمع. المرأة لم تقصر على الإطلاق في مصر القديمة، أعدت جيل صالح، أعدت أسرة قوية جدا، كان لها دور في تقدم المجتمع في الإنجازات الحضارية، والشواهد الأثرية بتشهد على كده، وبرضه التماثيل والنقوش بتبين إزاي الأسرة موجودة، الزوج والزوجة والبنت والولد كلهم في وضع واحد، حتى في التماثيل مجسدين، حتى بالنسبة للناس العاديين في المجتمع أو حتى بالنسبة للأسرة الملكية، بنلاقي إخناتون محطب الرابع والملكة نفرتيتي والبنات وقاعد جلسة أسرية وماسك بنته على حجره وعمال يلعبها بالعقد كده وقدامه الملك نفرتيتي. فده دلالة على مدى التراحم ومدى قوة العلاقة ما بين الرجل والمرأة ودورهم المتساوي في المجتمع. كمان يا دكتور احمد خليني اسالك عن ان الرجل لما بيتقلد منصب الملك او القائد بيبقى ليه رهبه والشعب بيهابه وبيبقى فيه خوف من القائد، ده سؤال هل مهم. نفس الشعور ده بيكون موجود عند الشعب لو كانت القائد ست مش راجل؟ ده سؤال مهم يا استاذ نهال. الهيبه والخشيه من الملك الحاكم دي لان في قواعد بروتوكوليه حتى موجوده حتى الان يعني في كل المجتمعات والحضارات والدول، يعني في قواعد محددة صارمة بتفرض على الملك بيظهر بشكل محدد، هيئة معينة، هيئة رسمية. اللي يمكن كسر القواعد دي كان إخناتون محطب الرابع لما صور حياته الأسرية بمنتهى البساطة، ولقائه مع الملكة نفرتيتي، أحيانا بان يقبل الملكة نفرتيتي مع البنات وهو بلعبهم. فده الملكة برضو لما بتيجي في دور يعادش بسوت، ما هي كمان كانت بتطبق التقاليد والبروتوكولات الملكية، يعني هي كمان في حدود لكل الناس لما تعمل، لكن هي كانت محبوبة من الشعب، والدليل على كده ان عصرها كان عصر نهضة وازدهار وعملت نهضة تجارية واقتصادية وعلاقات دولية وخرجت بره الحدود المصرية، كان في رفاهية فعلا. والقادة بتوعها يعني قادة المربيين لبناتها زي سن موت وزابا نحسي كان لهم دور جدا، دور كبير جدا في الفترة دي، ودليل على كده معبدها اللي هو من ثلاث طوابق، معبد نادر ومتفرد بيشهد على عصرها اللي هو عصر الازدهار والقوة، وازاي المناظر المنقوشة على المعبد دوت بتبين المجتمع والوضع والعلاقات الدولية وبلاد بونت والزيارة الشهيرة بتاعتها ونقل المسلات اللي قامت بيها من محاجة جريد في أسوان لمعبد الكرنك، ولسه حتى الآن مسلة واقفة قدام في معبد الكرنك وواحدة على الأرض. يمكن طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوله يمكن من أول الفقرة هو كلام مهم جدا، وإحنا دايما بنتشرف بوجود حضرتك معنا، لكن الحقيقة يعني أنا عايز أتكلم على
المجتمعنا احنا الحالي ازاي يعرف الحاجات دي وازاي يقرأ عن الحاجات دي. وانا عايز اتكلم على المؤسسة التعليمية، وحضرتك ليك دور بارز طبعا في التعليم الجامعي، لكن كمان في التعليم المدرسي، هل احنا عندنا القدرة ان احنا ندرس الولاد في المدارس هذه المعلومات عن المجتمع المصري القديم وعن دور المرأة في مصر القديمة، بخلاف طبعا الحروب والمعارك؟ يعني هل نقدر ان احنا نوصل هذه الرسالة للمؤسسات او المدارس، خاصة يعني في الفترة او يعني الولاد الصغيرين، يعني مش بنتكلم كمان بس على التعليم الجامعي؟ يعني هو المحور اللي حضرتك اثرته دوت مهم جدا، ان احنا ازاي نوصل القيم والافكار والحضاريه لمصر القديمه للابناء والطلاب والتلاميذ في المدارس والجامعات حتى كمان. يعني احنا هقول لحضرتك على مستوى الدوله، احنا شفنا دلوقتي اهتمام السيد الرئيس بالاثار والحضاره المصريه القديمه، وشفناها في كذا حاجه، لكن ابرز حاجتين على الاقل اللي هو موكب المويات الملكيه وطريق الكباش، والناس كلها اتعلقت بالحضاره المصريه القديمه، وبقى في زيارات للمواقع الاثريه ومتحف الحضاره. قبل موكب المويات الملكيه كان ما يزوروش 50 واحد في اليوم، دلوقتي 8000 و10000 في اليوم. صحيح. دلاله على مدى التغير اللي حصل. يعني تاني حاجه، في حاجه وزاره السياحه والاثار عندها في كل موقع حاجه اسمها اداره الوعي الاثري، بنعمل مجهود كبير لنشر الوعي الاثري بافكار بسيطه، سواء بقى من خلال نشر اللغه المصريه القديمه والابجديات بتاعتها والقيم والافكار، واللي حضرتك قلته ما بنتكلمش عن الحروب والانتصارات، لكن عن القيم والمسر العليا اللي جت لنا من مصر القديمه، بنقدمها بحاجات بسيطه. يعني ثالث حاجه، وزاره التربيه والتعليم مشكوره، يعني دلوقتي حتى في المناهج التعليميه اجزاء عن الحضاره المصريه القديمه، وهي اجزاء قيمه، لكن احنا عاوزين كمان هم يستعينوا بالمتخصصين من كليات الاثار عشان تبقى المعلومه ادق اكتر من كده، ونقدر نقدم لهم استفاده اكتر. يعني لكن هو بصفه عامه على في المستوى العام على مستوى الدوله في اهتمام كبير جدا بنقل الحاجات الحضاريه من مصر القديمه، لان أستاذ كريم مصر القديمة هي المنبع لكل الـ 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 الأمور الجيدة، لكل التقدم العلمي والحضاري والفن ودي أهم والثقافي. والقيم دي واحترام دور المرأة، يعني من وجهة نظري أنا، يعني لو تسمح إن أنا أقول وجهة نظري، أهم من الإنجازات الحربية والإنجازات يعني المعارك، يعني القيم بتاعة المجتمع وإزاي المجتمع كان عايش في رقي وفي تقدم وفي تطور، أعتقد أنه مهم جدا دراسته مع طبعا الانتصارات والمعارك. يعني ده حقيقي، وده اللي بيحصل دلوقتي، ان احنا بننقل من خلال المناهج اللي هي الخاصه ابتدائي وغيرها والاعدادي والثانوي كمان، القيم بتاعه مصر القديمه، العدل والحق والصدق وحب العمل وحب الوطن والانجاز والنظافه وحب وتقديس النهر، نهر النيل. مصر القديم كان يقسم في امام محكمه الارباب انه لم يلوس النهر يوما، يعني ما لوش نهر النيل دوت، بل ان هو اعتبر منه معبود كان اسمه حابي. عشان كده القيم دي بيتم بثها دلوقتي في النشء وفي المراحل التعليميه المختلفه، واعتقد ان في اقبال كبير جدا من الشعب المصري بكل فئاته على الحضاره المصريه، واحنا شفنا الكلام دوت حتى لما تم عمل بعض الانشودات واللي تم عزفها في موكب المويات الملكيه او في افتتاح طريق الكباش، كانت لقت صدى كبير جدا عند المجتمع المصري وعند المجتمع العالمي. يعني فالقيم قيم الحضاره المصريه هي قيم صالحه لكل العصور ولكل الاوقات الزمنيه، لان هي كلها قيم نبيله تحس على او تودي الى مجتمع صالح بيعمل بيجتهد منتج متقدم. وما فيش اكتر من المجتمع المصري القديم كان تقدما وحضاره في تلك العصور السحيقه اللي كان كل العالم لا يعني يرزح في ظلال او في الظلام، لكن مصر القديم كان هو المناره وهكذا مقصد العالم كله. عشان كده يا استاذ كريم انا عاوز اقول لحضرتك، الرحاله والمستشرقين والاغريق اللي جم مصر زي هيرودوت وديدور الصقلي وبليني وغيرهم اشادوا بمصر، بلوتارك، هم ليه جم مصر؟ عشان هي بلد الثقافه وبلد العلم والحضاره والسحر والغموض، هنا هيجي هيكتبوا حاجات، لكن هيروح فين يكتب تاني؟ صحيح. هنا بلد الثراء، هو ده كان سبب رئيسي لمجيء هؤلاء المؤرخين والرحالة، وكتبوا كتب كتير عن مصر. صحيح. ومصر دايما مزدهرة. ضيفنا الدكتور أحمد بدران، أستاذ الأثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تشريفك لينا النهاردة في صباح الورد. شكرا جزيلا لحضراتكم، دايما مصر مزدهرة بأثارها وحضارتها وشعبها وقيادتها، وتحيا مصر. خلصت فقرتنا الأولى، فاصل سريع وهنرجع مرة تانية لفقرتنا التانية.
ورجعنا لكم مرة تانية ولسه بنتكلم عن عمود الأساس زي ما بيقولوا، وهي المرأة المصرية، الست الجدعة اللي دايما وقفت رجالة وسند الدولة في كل خطوة وإنجاز بيحصل. الحقيقة إن في عهد رئيس السيسي المرأة قدرت تحقق مكاسب كبيرة حلمت بيها سنين طويلة، دلوقتي أصبحت حقيقة قدام عينيها. يمكن آخر هذه الإنجازات جلوس القاضيات لأول مرة على منصة مجلس الدولة، وهو إنجاز كبير وانتصار كبير للست المصرية. في فقرتنا دلوقتي هنرحب بضيفتنا العزيزة الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة. صباح الورد عليكي. صباح الورد. يعني خلينا نبدأ بدور المرأة المصرية فيما تحققه الدولة دلوقتي من إنجازات. بالأول خلينا نقول كل سنة وحضرتك طيبة، كل سنة وكل ستات مصر وكل ستات العالم يا رب بخير وسعادة وصحة. بكرة اليوم العالمي للمرأة، فلازم نحتفي بالمرأة، وكمان يوم 16 مارس بإذن الله يوم المرأة المصرية. فالمرأة اللي هي أيقونة لهذا المجتمع، المرأة المصرية حائط الصد اللي زي ما حضرتك تفضلتي اللي قدمت الكتير والكتير، والمرأة هي رمز العطاء، وهي دايما اللي بتحافظ على بيتها وبتحافظ على مجتمعها وبتحافظ على الأسرة وعلى كل فرد في الأسرة، وحريصة كل الحرص على كمان تماسك الدولة المصرية وعلى نجاح مؤسسات الدولة وعلى كل المشروعات اللي الدولة بتقدمها. فدايما المرأة المصرية يعني من 30 يونيو لغاية النهاردة شفنا قد إيه المرأة المصرية كانت بتتصدر الصفوف، كانت هي دايما يعني اللي بتستبق حتى الرجال في النزول لكل المكتسبات اللي اتحققت من 2013 لغاية النهاردة. يمكن مكسب من المكاسب المهمة جدا لينا هي جلوس المرأة المصرية طبعاً. يعني كقضية في مجلس ده يوم الدولة تاريخي. وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنه هو بالنسبة لي أنا كمان حاجة مهمة، لأنه يعني في بداية مشواري الصحفي والإعلامي أنا كنت بغطي هذا الأمر منذ سنوات طويلة. تمام. وده بيقول يعني أنه هذا الأمر أخذ فترة طويلة جدا وأخذ نزاعات. 72 سنة المرأة بتكافح علشان مشواري توصل من 72 سنة. أكيد. يمكن من أكيد. من بس كلنا بنتابع. صحيح. ليه ده مهم؟ ده حضرتك اولا بيعمل، احنا عندنا الدستور المصري بيمنع التمييز وفي المادة 11، وهنا احنا بنحقق الدستور وبنحقق يعني مواد الدستور بعدم التمييز ضد المرأة. البنت المصرية اللي بتدرس في كلية الحقوق وليها كل الحقوق وعليها كل الواجبات زيها زي الزميل الشاب اللي موجود معاها في الجامعة وبيتخرج، من حقه ان هو يقعد على منصة القضاء. ليه كنا بنحرم الست المصرية من انها تمارس نفس الحق؟ فيعني الحقيقة طبعا في 2021 صدر قرار فخامة الرئيس بوجود المرأة المصرية في النيابة العامة وفي مجلس الدولة، وده كان استحقاق تاريخي. ويوم 5 مارس من 3 ايام المرأة يعني تقلدت منصة القضاء بالفعل، وده كان يوم يعني بنشوفه طبعا ان هو يوم هيذكره التاريخ. مهم للمجلس القومي للمرأة كمان، لأنه المجلس القومي للمرأة كان ليه دور كبير طبعاً. جدا خاصة في آخر 15 سنة في هذا الأمر. يعني طبعا الحقيقة احنا بننادي وبنطالب، لكن خلينا نقول ان احنا يعني في السبع سنوات الأخيرة المرأة المصرية بتشهد تقدم. صحيح. ملحوظ، ويعني ماشيين بخطة سريعة جدا في كل الملفات وفي كل المجالات المختلفة. فالحمد لله ان احنا عندنا يعني رئيس جمهورية بيدعم ويساند المرأة ومهتم بها كل هذا الاهتمام. اكيد دكتورة رانيا، المجلس القومي لحقوق المرأة يعني دور أساسي من أهم أدواره هو الحفاظ على حقوق المرأة وإنصافها. إحنا في المجتمع لازلنا في كتير من السيدات بيعانوا من العنف الأسري، الحرمان من التعليم، عادات المجتمع برضو لازالت برضو بتظلم المرأة نوعا ما. لو في أي مرأة أو سيدة تعرضت لأي قهر لأي عنف تقدر توصلكوا إزاي؟ لا توصل لنا ازاي؟ بسهوله جدا، لان المجلس القومي للمراه ليه 27 فرع في 27 محافظه. دي نقطه. ففي كل محافظه لينا مقر. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا خط ساخن بيشتغل 12 ساعه في اليوم من 9 صباحا ل 9 مساء. دي معلومه مهمه معلش. 15 1 15 ان كل محافظه
فيها مقر للمجلس القومي للمرأة بالظبط كده. فأي 15 اللي خط الساخن 15 1 15 بالظبط بنتلقى عليه شكاوى، بنقدر ان احنا نقدم دعم نفسي، دعم قانوني، دعم اجتماعي بالنسبة لأي ست معرضة لأي شكل من أشكال العنف أو محتاجة أي استشارة قانونية. القانونيين تبع المجلس القومي للمرأة بيقدروا أن هم يتلقوا شكواها، أو يعني لو عايزة نصيحة بيقدروا أن هم يوفروا لها هذه النصيحة، وكل ده بالمجان. وإحنا شفنا مجهودات رائعة عملها المجلس لإنصاف المرأة في قضايا كتيرة أثرتها السوشيال ميديا طبعاً. فكانت بتظهر مسؤولين كتيرة في مجلس حقوق المرأة وكانوا بيتكلموا وبيدافعوا عن يعني الأشخاص داخل هذه القضايا. المجلس القومي للمرأة حضرتك هو الجهة المنوط بها الحفاظ على كل حقوق المرأة المصرية وتحقيق أكبر قدر من المكتسبات لها. دكتور رانيا، احنا لسه بنعاني برضو في ناس عندها مايند سيت كده أو عقليات بتهمش المرأة، بتقلل من قدراتها، بتقلل من أهميتها. بتشوفي الناس دي ازاي وتنصحيهم بايه؟ طيب هقول لحضرتك، احنا خلينا نقول ان احنا يعني ثقافة المجتمعات العربية مش بس في مصر يعني هي ثقافة بطبيعتها هي ثقافة ذكورية، يعني دايما كانت بتعمل تمييز يعني للرجل ضد المرأة، والثقافة حضرتك عارفة ان هي متراكمة وثقافة ما بتتغيرش في يوم وليلة. وإن كانت حتى هذه الثقافة يعني كانت مستمرة لعقود طويلة، فهي إحنا بنرجع برضو السبب ده الحقيقة للأم اللي بتعلم وبتكبر ولادها على ترسيخ الفكر الذكوري. عشان كده إحنا بنشتغل في المجلس القومي للمرأة على الأمهات، على الستات، على كمان حتى الذكور، لتغيير الثقافة المترسخة. يعني حضرتك شايفة إن المرأة هي سبب في هذا التمييز سبب الذكوري كبير طبعاً، سبب أثناء كبير تربيتها لأولادها طبعاً طبعاً. وبالتالي إحنا كمان بنخاطب السيدات إزاي إن هم يبقى عندهم التوازن ما بين التعامل ما بين الولد والبنت داخل الأسرة من هم أطفال، لأن التفكير الذكوري أو يعني زي ما حضرتك تقولي العقلية الذكورية أخوكي لا أخوكي الأول أم يعملي له، أم يودي له، أم يشيلي له، لكن هو يفضل قاعد. فده حضرتك من مجرد حاجات بسيطة قوي لكن بترسخي لهذه الثقافة. طيب خلينا نتكلم على حضرتك أشرت أن السبع سنوات الماضية كانت مهمة جدا للمرأة طبعاً المصرية. خلينا نتكلم على هذه الإنجازات يعني الإنجاز اللي حضرتك شايفاه، بخلاف طبعا اللي احنا اتكلمنا فيه مسألة جلوس المرأة المصرية على طبعا كقضية في مجلس الدولة. إيه أهم الإنجازات في السنوات السابقة؟ لا إنجازات كتيرة طبعا الحقيقة. يعني احنا في 2017 سيادة الرئيس أعلن عام المرأة المصرية، سيادة الرئيس أعلن استراتيجية النهوض بالمرأة في عام المرأة. دي ليها أربع محاور رئيسية، هي التمكين الاجتماعي والتمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والحماية. الحماية هنا فيها حماية ثقافية وحماية تشريعية. الحقيقة كل الملفات بتمشي في نفس الوقت يعني بالتوازي. كتير جدا من التشريعات اللي خرجت خلال السنوات الأخيرة كلها بتحمي المرأة من العنف، بتؤكد على يعني وجود المرأة في أماكن مختلفة، بتحميها من ختان الإناث، وكان في عقوبة يعني تم تغليظ العقوبة أكتر من مرة، منع زواج القاصرات، وجود قانون يعني لحماية المرأة وحصولها على الميراث، وتجريم كل من يمتنع عن إعطاء المرأة ميراثها. وده للأسف طبعا أحد أشكال الثقافة اللي يعني مترسخة. خليني أيضا أسأل حضرتك بقى، في القرى طبعا وبعض يعني المحافظات أو في القرى النائية في مايند سيت وفي عقليات كتير عند البنات، يعني بتبقى أكيد لو تعرضت ل زي ما حضرتك قلتي زواج القاصرات، لحرمان من التعليم، أبوها بيضربها، أخوها بيعنفها. أنا عايز أعرف من حضرتك يعني عقليات البنات إزاي في يعني بتخاف تتصل بيكم مثلا، ولا بتسارع في إن هي تتصل بالمجلس القومي لحقوق المرأة؟ طيب ولا بتفضل خايفة إن مثلا يتخذ معها إجراء أقوى؟ بالتوعية بتتغير الثقافة.
والثقافة زي ما قلت لحضرتك هي مش بتتغير يعني في يوم وليلة ولا بقرار، لكن هي ازاي ان احنا نحط ده ونحط طوبة على طوبة كده بالتوعية بالإعلام يعني سيادة الرئيس في كل مناسبة بيتكلم عن المرأة ودور المرأة ويقدر المرأة، كل ده الحقيقة بيصب في تغيير هذه الثقافة. وجود المرأة في منصة القضاء، وجود المرأة النهاردة وزيرة في جميع قطاعات الدولة، المرأة ممثلة في مجلس كل الشعب، مجلس الشعب ومجلس الشورى، عندنا 28% في مجلس الشعب وعندنا 14% في مجلس الشورى، عندنا منصب المحافظ، عندنا 25% في الحكومة، كل ده الحقيقة بيؤكد على دور المرأة. لكن خليني أرجع لسؤال حضرتك تاني، يعني برامج الشمول المالي اللي اتعملت خلال السبع سنوات الأخيرة، وجود يعني بطاقات الرقم القومي اللي المجلس كان بالتعاون مع بعض مؤسسات الدولة قدر ان هو يوفرها للسيدات بالمجان، مشروعات صغيرة متوسطة متناهية الصغر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتوفير هذه المشاريع، المبادرات اللي سيادة الرئيس أطلقها، المبادرات الصحية سواء فيروسي يعني 100 مليون صحة أو الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات وغيرها من المبادرات نور حياة وغيرها، كل ده الحقيقة بيصب في صالح المرأة. انتقال العشوائيات للأماكن اللي فيها حياة كريمة يعني تصلح للحياة الأدمية بالنسبة لكثير من الناس اللي كانوا يعني بيقطنوا، بس دي ما تخصش السيدات، دي تخص كمجتمع بأسره يعني. احنا قلنا ان المرأة هي العمود الفقري داخل الأسرة، وبالتالي ده بيصب في صالح المرأة بشكل رئيسي، احنا في مصلحة الأسرة كلها في صالح الأسرة، ولكن حضرتك خلينا نقول ان المرأة هي اللي بتربي وهي اللي بتعلم وهي اللي الحقيقة بتشيل المسؤولية الأكبر داخل الأسرة، وهي كمان اللي بيقع عليها الضرر الأكبر طبعاً لما تكون هذه الأمور مش موجودة، لأنه هي طبعاً دورها بيبقى بيهمش بسبب هذا الضرر. صح، وده بيخليها كمان تبقى ما فيش فرص تعليم كافية، صحيح، بيخليها بتلجأ يعني أماكن وظيفية مش وظيفية حتى اللي أقل. هي الخدمات يعني الأقل من كده والأجر اللي بدون يعني. طيب خليني أسأل يعني حضرتك عن تفضل ايه اهم القضايا اللي بيواجهها المجلس القومي لحقوق المرأة دلوقتي؟ احنا اتكلمنا على العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة، وطبعا ده احنا يعني بنتمنى ان شاء الله ان يبقى فيه قانون للعنف ضد المرأة يخرج قريبا. عندنا في من اهم الحاجات اللي احنا نشتغل عليها الفتره اللي جايه، اطلق السيد الرئيس من ايام المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه، وطبعا ده الحقيقه مشروع قومي يعني من اهم المشروعات دلوقتي، لان سيادة الرئيس في المرحله او في الفتره الرئاسيه الثانيه سيادة الرئيس اتكلم على بناء الانسان، واحنا طبعا شايفين قد ايه ان الدوله ماشيه في مشروعات قوميه مهمه جدا ومشروعات عملاقه ومشروعات استثماريه، وده فيها بناء للحجر، ولكن دايما بنقول عايزين يبقى فيه بناء للبشر يتوازى مع بناء الحجر، فبناء الإنسان المصري والحفاظ على التعليم والتعليم العالي والثقافة وانتشار الثقافة وانتشار الفنون والارتقاء بالإنسان وتهذيب روحه وسلوكه، أعتقد ده من أهم المنجزات اللي ممكن أنها تتحقق إن شاء الله خلال الفترة الرئاسية التانية بإذن الله. طيب احنا بكرة طبعا هو اليوم العالمي للمرأة، حضرتك شايفة أهمية اليوم ده إيه؟ وإحنا كمان مفروض نعمل إيه مش بس يعني كإعلام لكن كمان كمجتمع يعني بشكل عام؟ هو اليوم ده اليوم ده نستغله إزاي؟ هو اليوم بيفكرنا يعني زي ما بنقول إيه، بيجي عيد الأم فبيفكرنا، هو طبعا إحنا ما فيش حد بيبقى مش فاكر أمه ولا دورها، لكن ده بيخلينا نحنا يبقى فيه لمسة وفاء. فالحقيقة اليوم العالمي للمرأة ده بيخلينا ان احنا نفتكر كل ست مصرية وبنفتكر كل ست في العالم الحقيقة هي قدرت انها تؤدي دورها سواء كزوجة او كأم او اخت او مواطنة يعني زيها زي الرجل داخل المجتمع، قدرت انها تدي كتير، فهي لمسة وفاء واهتمام بالمرأة وقد ايه دور المرأة، لان هذا اليوم كمان كان بيجسد دور للسيدات العاملات اللي كانوا بيشتغلوا وخرجوا علشان خاطر يطالبوا ب يعني اجر يتناسب او يتماشى مع الدور اللي هم بيقوموا بيه، وقامت مظاهرات، وبالتالي اعتبر هذا اليوم ان هو يعني
يوم لصالح المرأة في العالم، ولكن كمان عندنا يوم 16 مارس هو يوم بيؤكد على دور المرأة المصرية اللي خرجت في مظاهرات من أكتر من 100 سنة، وبيورينا ده قد إيه إن كانت المرأة اللي يعني اغتالتها رصاصات الباطشة من الإنجليز وهي بتدافع عن أرض الوطن. فهنا حضرتك كمان شوف المفارقة وقد إيه كانت المرأة المصرية دائما ما تجسد للبطولة والدفاع، وطبعا الدور السياسي والدور الوطني والقومي اللي بتقوم به المرأة المصرية. طيب حضرتك ذكرت يا دكتورة رانيا إن المجلس بيقوم بتغيير عقلية الأمهات في تربية أبنائهم المبادرات، من خلال إيه بقى؟ من خلال المبادرات اللي بيقوم بيها المجلس القومي للمرأة، من خلال الندوات والتفاعلات اللي على الأرض، من خلال حملة مهمة جدا بيقوم بيها المجلس من 2016 لغاية النهاردة اسمها حملة طرق الأبواب. الحملة دي بتنزل للناس في بيوتها في القرى وفي النجوع، وبيتعاملوا مع الناس ويقدروا ان هم يسمعوا منهم ويشوفوا ايه شكواهم ويحاولوا يتواصلوا مع المسؤولين. طبعا طبعا في نتائج طبعا، وبنوصل صوت يعني صوت السيدات للمسؤولين، في مشكلات بيتم حلها بشكل سريع، في حاجات بيبقى يعني بتوصل للمسؤولين ويتم التفاعل والتعامل معاها. وطبعا حضرتك عارف في امور يعني مش بتبقى ينفع انها تتحل بسرعه، ولكن كمان فكره ان احنا نسمع الناس عايزه ايه ومطالبها ايه وشكواها ايه، ويبقى في حاله من التواصل، يبقى في حاله من المصداقيه كمان مع الناس، الناس تشوف ان في يعني مطالبهم بتتحقق على الارض. والحقيقه كل ده بدعم يعني من سياده الرئيس المساند ووزير للمراه، زي ما سياده الرئيس قال قبل كده ان هو وزير للمراه وهو المدافع الاول عن المراه المصريه. كل سنة حضرتك طيبة، وحضرتك بألف خير، بشكرك على وجودك معنا النهاردة. طبعا دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، صباح الورد عليكي ونورتينا. صباح الورد عليكم، وكل سنة وكل ست في العالم كله يا رب بألف خير. كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيبة. بنشكر حضراتكم على المتابعة، دي كانت حلقتنا النهاردة. بقول لكل ست مصرية ولكل ست في العالم كل سنة وانت طيبة، خاصة كمان الزميلات والعاملات هنا في قناة تاني، كل سنة طيبة. أنا كريم وانت طيب. صدري ممكن نوجه تحية يعني زوجة وأم وبنت كل شهيد يعني ضحوا بأرواحهم علشان خاطر إحنا نبقى عايشين في أمن واستقرار. طبعا. يعني تحية للأمهات اللي بيضحوا والزوجات اللي بيضحوا، ويا رب دايما يعني ربنا يجعل ده في ميزان حسناتهم ويتقبل الشهداء دايما يا رب. طبعا. بإذن الله. تحية فعلا لكل ست مصرية في يعني المجتمع المصري، وبشكر حضراتكم مرة تانية على المتابعة، بشكر فريق العمل بالكامل، وبكرة إن شاء الله هنكون معاكم من الساعة 9 صباحا. إلى اللقاء.